أحكمت أزمة المشتقات النفطية قبضتها على العاصمة المؤقتة، وخلت المحطات حتى من طوابير السيارات التي يئست أن تلقى مادة البنزين المنعدمة منذ أيام. كل الناس مقدمة هناك من 5 حملات من 6 حملات، ولا معهم شيء يقول ماشي رواتب، والرواتب يستلم الواحد من 700,000 ومنه 500,000، وهذا أزمة دائم يشتوها. الطابور الوحيد المنتظر يمتد طويلا إلى المحطة المجاورة لشركة النفط اليمنية، وفيها يتحدث مدير الشركة لقناة بلقيس باعتذار لن يتفهمه المواطنون الذين تعبوا من تكرار هذه الأزمة المفتعلة. نحب أن نوضح للمواطن الكريم عن أسباب الاختناق التمويني والأزمة الموجودة. هي نتيجة عدم رفض الشركة بالمخصص الشهري الذي هو 20,000 طن ب20,000 طن، 20,000 طن ديزل، 20,000 طن بترول. هذا المخصص يأتي خلال شهر، وهو غير كافي إطلاقا، هو ربع الاحتياج للشركة. ولكن نحن إن شاء الله يعني أولا نعتذر للمواطن المسكين الطبحان. هكذا يبدو المشهد النفطي في عدن، فلا نفط خام من الحقول المحلية يرفد المصافي التي صارت مجرد خزانات للاستيراد، ولا التزام من شركة التوريد بالمخصص الذي بالكاد يكفي المدينة التجارية الأولى في اليمن. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.